ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا، وهو ايه سر هروب بعض الابراج من الحبيب بعد اهتمام كبير، بعد ما بيكون في حب كبير ما بينكم وفي اهتمام، في اشتياق، في سؤال كتير بيتصل بيك كتير، وبعد كده مرة واحدة بقى في اهمال مش عارفين السبب في ايه. هنتكلم على بعض الابراج اللي بتزهق بسرعة وبتتضايق وبيحصل لها مشاكل كتيرة في العلاقة العاطفية، بيكتشفوها بعد ما يبقى في ارتباط، بعد ما بيبقى في علاقة عاطفية، حب، اهتمام، ما بيقدروش ان هم يكملوا، بيبقوا محتاجين يعني جهد كبير من الشخص التاني اللي بيتعامل مع الابراج اللي هقولها دلوقتي، عايزين مجهود منه، عايزين تحمل، عايزين هم كمان يتحملوا ده. هتكلم على مجموعة الأبراج ككل، وبعد كده هتكلم ايه هو السر اللي بيخليهم يهربوا. اول حاجة من الأبراج الترابية برج الجدي والعذراء، من الأبراج المائية برج العقرب، من الأبراج النارية برج القوس اولا وبرج الحمل، من الأبراج الهوائية برج الجوزاء وبرج الميزان في الرجل. دي اكتر الأبراج اللي بتهرب من الحب والعلاقة العاطفية بعد ما يبقى فيه اهتمام، علاقة جميلة، الحاجات دي كلها بيبقوا بيزهقوا بسرعة وبيتعبوا وبيملوا. عندهم بعض العيوب اللي صعب ان هم يعني يعرفوا يتماشوا بها مع الشريك. خلوني أبدأ بالأبراج الترابية، وخلوني أبدأ ببرج العذراء. برج العذراء بيهرب جدا من الحبيب، رغم انه ممكن يكون بيحب جدا وبيهتم، وممكن بعد ما ينفصل عن الحبيب ده يفضل مكمل معاه وبيحبه، بس مش عارف يعيش معاه. يعني المشكلة كلها انه يعيش معاه، بسبب ان في عيوب موجودة عند العذراء وعيوب ما بيتقبلهاش برج العذراء، سواء رجل او امرأة. برج العذراء من عيوبه الاولى ان هو بيبدأ انه ينتقد، دايما ينتقد الشريك. الشريك عمل حاجات واو هايلة جدا، على فكرة ده حلو، انا اعرف اعمل كده، يعني ما عندوش حتة اللي هو برافو انت، ما بديش حتة ان انا اكون فخورة بالحاجات اللي زي كده. برج العذراء بالذات لازم يقعد ويتعلم كتير قوي قوي، ويقع في مشكلة واتنين وتلاتة على ما يخرج منها متعلم ازاي اتكلم بعد كده، ازاي اخد موقف هنا. فمشكلة برج العذراء انه لازم يقع اكتر من مرة. فمن الحاجات اللي بيقع فيها ان هو ما بيفتخرش بالشريك، ما بيدهوش القوة او البرستيج بتاعه، ما بيشكرش فيه، دايما ينقضه، دايما يعني يبقى فيه حاجة هو شايفها غلط، ومش ان هو بيبقى فيه اخطاء يعني معناها عيب ان هو يعني صياد للاخطاء، لا. الفكرة كلها ان برج العذراء يعني بيحب التفاصيل جدا ودقيق جدا جدا، فبالتالي لو في اي ثغرة صغيرة جدا هيطلعها لك وهيقول لك بص دي في نقطة معينة انت ما خدتش بالك منها، بس ما عندوش حتة اللي هو يقول لك هو كويس ان انت عملت كل الحاجات دي، بس النقطة دي كانت ناقص بقى ان انت لو عملت كذا كذا تبقى واو. ما عندوش الطريقة دي، وده على فكرة ناتج عن غلب برج العذراء. عشان نبقى يعني واضحين لاي حد مرتبط ببرج العذراء، اعرف ان هو شخص غلبان جدا وطيب جدا جدا، ولكن مش بيعرف يتعامل، ما عندهوش الدبلوماسية القوية. ده من عيوب برج العذراء. طب هو عنده عيوب تانية زي ان هو لازم يبقى صح، هو قراره صح، انا رأيي صح، ما بعتذرش، ما بينفعش اني اقول انا اسف، كرامتي فوق كل شيء، ما عنديش اي تضحيات. الحاجات دي عنده قوية جدا جدا عند برج العذراء، مع انه ممكن يضحي في بعض الاوقات لو في اسباب للتضحية. يعني ممكن يضحي عشان في اولاد، يضحي عشان استقرار شوية، بس مش كتير، ما يجيش على نفسه كتير. اللي بقى ما بيحبهوش، ما بيحبش الصوت العالي، ما بيحبش ان حد يشوف نفسه عليه، ما بيحبش ان هو يدادي ويقعد يعني مش نغة انت عشان هو يداديك ويعلي منك، او ان هو يطبطب عليك كل شوية وهو فين، لا، هو عايز انك تهتم بيه، انك انت تبقى في عقلانية في الحوار، في احترام شديد، في اني انا اكون حاجة كبيرة لك تبقى انت كمان حاجة كبيرة ليا. ما عندوش حتة الدلع ولا الحاجات اللي زي كده. الدلع ده بالنسبة لبرج العذراء شوية بيكون صعب، خلونا نكون صريحين جدا.
برج الجدي. برج الجدي نفس الموضوع مشابه، ولكن الجدي عنده نقطة معينة، بيحب جدا الكلمة اللي بيقولها تتنفس، وبيحب جدا ما يرغيش كتير في موضوع، وهو ممكن يتكلم كتير ولكن ما يقبلش ان انت ترغي كتير قدامه. كمان الجدي عنده ان انا دماغي كده، مزاجي كده، مش هتيجي انت تمشيني على دماغك، فده برضو موجود عند برج الجدي. كمان برج الجدي ممكن يبقى روحه فيك وبيموت فيك جدا جدا، ولكن ان انت تفضل حد عليه يبقى انت كده يلا مع السلامة. برج الجدي عايز دايما هيقف جنبك ويساندك. ده على فكرة الابراج اللي انا بتكلم عنها دي، ده عندهم مميزات في الحب رهيبة، بس عندهم بعض العيوب اللي تخليهم ان هم يقولوا يلا مع السلامة، واول الابراج اللي بتقول يلا مع السلامة. فبرج الجدي بيبدأ ان هو قوي اصلا، يعني برج الجدي قوي، فعنده استعداد ان هو يستغنى عن الشخص اللي قدامه. خلوني اتكلم على برج العقرب لان برضو الموضوع كبير. برج العقرب واثق في نفسه جدا، رجل وامرأة، وعارفين ان انت مش اخر الدنيا. انا ممكن اكون بحبك جدا، ولكن هيجي مليون حد يحبني واحبه واهتم بيه ويهتم بيا. انت مين انت؟ دايما برج العقرب بيبقى شايف نفسه العظمة، شايف نفسه حاجة كبيرة والهيبة، وان هو يعرف يرتبط مرة واثنين وتلاتة. كمان رجل العقرب دايما اذا انت ما بقيتيش جميلة جدا قدامه وتكوني قادرة تكفيه بمعنى الكلمة، فهو هو ممكن يبص بره ببساطة. فدايما بيكون لازم برج العقرب ان هو تحتويه جدا، تتعاملي معاه باسلوب معين. ده بقى ده طبيعة برج العقرب، ما لقاش ده بيهرب. طب هو العقرب نفسه عنده بعض الحاجات العيوب اللي تخليه يحصل مشاكل فبرضه يهرب. المشاكل بتاعت برج العقرب ان العقرب دايما برضه عنده نوعا ما من حتة العند، يعني دايما يعند، وحساسية شديدة جدا جدا. ممكن يزعل من حاجة وما يقولهاش، او تزعل من حاجة وما تقولهاش، ويفضلوا شايلينها جواهم، مما هيأدي بقى لي الفتور ما بينهم وما بين الشريك، فبرضه هيأدي لي الهروب. انا بتكلم على المشاكل اللي هيكون سببها البرج ده ويحصل مشاكل، وفي نفس الوقت هو ما بيتقبلش ايه. خلوني اتكلم على برج القوس. برج القوس طبعه عنيف ناري. برج القوس طبعه ان هو واثق في نفسه جدا، ان هما عادي، عايز تسيبني سيبني، يعني يلا غيرك في كتير، غيرك في كتير، ده برضو موجود عندهم جدا. كمان برج القوس واثق في نفسه ان هو يقدر يحقق ذاته من غير اي حد في الدنيا. برج القوس عنده غرور شوية في نفسه مع الشريك، يعني ما بيحبش يقل بنفسه تماما. كمان برج القوس عنده، هنلاقي ان هو فيه احتياجه للغيرة، هنلاقي عنده ان هو محتاج مش للغيرة، للاهتمام، للاحتواء، لان انت تكوني مهتمية بيه جدا. نفس الموضوع لمرأة القوس، عايزين دايما الاحتواء، عايزين دايما معاملة قوية، عايزين ان انتوا دايما تكونوا اغراء ليهم، يعني لازم تغريهم جدا. كمان برج الحمل نفس الموضوع، لازم ان انتوا تغروي، لازم يبقى في حاجه، يبقى شايفكم حاجه عظيمه، حاجه كبيره، ما تكونوش اقل من برج الحمل تماما. برج الحمل لو شافك اقل منه، اضعف منه، وقتها ممكن يفكر يهرب منك. برج الحمل عايز الشخصيه القويه، الشخصيه البرستيج، الشخصيه اللي بتغريه، الشخصيه بتغريه اغراء جسدي واغراء شكله واغراء قوه واغراء كل حاجه، يعني عامه. فعشان كده بقول خلاصة النقطة دي مع برج الحمل، انك لازم تكون قوي مش ضعيف في كل الاشياء. كمان خلونا نتكلم على الابراج الهوائية. برج الميزان في الرجل، برج الميزان في الرجل دايما، برج الميزان في الرجل عنده علاقات نسائية كتير، يعني دايما هيبقى عايزك تكوني الافضل، الاشيك، اللي دايما تكوني مهتمية قوي بتغريق وقوية، ولازم ان انت تكوني يعني تجمعي ما بين الحنية والقوة، ان انت قادرة تستغني عنه وفي نفس الوقت بتوضحي له ان انت مهتمة بيه. لازم تكوني ذكية جدا جدا مع رجل برج الميزان، لان غير كده هيبقى هيهرب، لان رجل الميزان يعني غريب شوية، يعني غريب، يعني ممكن اقول لكم ان رجل العقرب شوية غريب، ولكن الاغرب منه رجل الميزان. فمحتاج
يعني طريقة معينة وتكتيك معين ونظام معين عشان تعرفوا تكملوا وقت كبير او تعيشوا باقي عمركم مع بعض، لان ممكن يحبك قوي 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 فترة ولكن بعد كده تلاقي الحب بيقل، بيتغير الوضع، الدنيا بتتغير، حاجات من النوعية دي. كل الابراج اللي احنا اتكلمنا عنها هتلاقوا حب كبير في البداية ولكن بعد كده العلاقة بتتغير، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لما العلاقة بتتغير او الوقت بيتغير بيحصل هروب، بيحصل فتور، وبنتكلم ليه يعني. خلوني اتكلم على برج الجوزاء، لان برج الجوزاء نفس الكلام، برضو عنده ثقه في النفس عاليه جدا. برج الجوزاء عنده فكره الاستغناء، ان انا اقدر استغنى عن اي حد ما دام انا مكفي نفسي، انا اقدر اعمل نفسي، انا اعمل ذاتي، الدنيا ما بتقفش على حد. واثق في نفسه جدا برج الجوزاء، لان برج قوي قوي سواء رجل او امراه. فدي برضو نفس الفكرة. يمكن من عيوب برج الجوزاء ان هو عنده فكرة الاستغناء، وفي نفس الوقت ان هو عنيد. يعني برج الجوزاء عنيد جدا، ونوع يعني اعمل اللي انا عايزه، انت بقى ما تعملش اللي انت عايزه، فعنده النقطة دي كتير. لازم يبقى بقى الابراج اللي اتكلمنا عنها دي ليها علاج، يعني لازم ان احنا نعالج ده، وده ممكن ابقى اتكلم عنه بعدين لان الوقت معانا طول جدا. ان الابراج دي ليها تعامل معين بعد فترة، يعني بعد ممكن يكون بعد فترة الزواج بكام سنة شوية، بيبقوا محتاجين معاملة معينة عشان نعرف نكمل بحب وبنفس الاهتمام اللي كان موجود من او موجود في الفترة الاولى من بداية علاقتنا ببعض. فلازم ان احنا نتعامل بمعاملة معينة مع اكثر الابراج دي، لان يمكن باقي الابراج التانية عندهم تمسك كبير رغم المشاكل رغم الهموم، بيتمسكوا وعندهم دبلوماسية، عندهم ممكن يتنازلوا على العند شوية، ممكن عندهم بعض التضحيات اللي يقدموها، لكن الابراج دي صعب جدا جدا اي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها موجودة عندهم. هبقى اتكلم على العلاج والطريقة ان احنا ازاي نخلي علاقتنا بيهم كويسة وقت اطول او باقي عمرنا. بعتذر لان انا طولت عليكم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.